الوئام، واليوم رجعت لكم فيديو تمثيلي. رح خليكم على طول مع هذا الفيديو وبرجع لكم بنهاية الفيديو. وئام، شو سويتي؟ ذكرتي لنا انتم منيح؟ شم قرير الساحرة اشت. لا، ما ذكرت ولا اي حرف. انا خلص نفسيتي تدمرت، كل شي راح على الفاضي. هي كل سنوات الضياع، كل سنواتي راحت على الفاضي. سكريم شكريم تشكري دنيني ممكن حيتنا. معلش حبيبتي، ظهر فيك انك نسينا انه احنا بنصور فيديو لليوتيوب مو مسلسل تركي. انتي مو حاسة فيني ابدا، مو حاسة فيني. انا خلاص مو فاهمة، مستقبلي تدمر تدمر. ايه هيك اجاني فيك يوم بقى، بس هاي الحركات مو علي انا العمى. يروح العمى، فكرت اللي حال الجاسوسة، بس مو علي انا حبيبتي. ما شفت ولا شيء. هيك ها تهديداتي نفعت على الأقل. هذا صح، وكمان هذا صح.
صحيح. ايه كمان هاد صحيح، كمان هاد صحيح. مية بالمية زي العادة، مية بالمية زي العادة. يا كله صحيح. امتحان كان كتير صعب، شو سويتي الآن بالامتحان؟ تمام؟ دعواتك يا امي واعطاني على التعب اللي اول مره في تاريخي، يعني اول مره ازيد 60%. شوفوا معي 60%، 60%. امي مسافره وحامل حفله بالسيارة، ما ادري ايش 60%. انا خلاص تدمرت، تدمر حياتي. اوف هي وئام، هي وئام. لشو هذا كل هذا البك؟ يعني خلص احيانا بنجيب هيك علامات سيئه، بس في امل فيك المره الجايه تحسني من حالك وتشدي حالك وتجيبي علامات ممتازه ان شاء الله. فلا تكبر الموضوع كثير ولا تعذبي حالك، تصير هي يعني مو نهايه العالم. انا خلص عاملين هاي الحركة. بقصد انه معلش عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بس بسألك سؤال معلش، قديش علامتك حتى متأثرة لهي الدرجة؟ فيك تخبريني؟ في مجتمعنا العربي، في مجتمع تربينا منذ الطفولة، إن بنكره بعض، بنحقد على بعض، ما بنحب الخير لبعض، بنكذب على بعض، وهاد كله عشان انبنت على فرضية عشان أكون أنا ناجح لازم أكذب على خيري وأحقد عليه وأحسد عليه وبتمنى له الشر لأنه رح ياخد لي مكاني. بس هذا الكلام أبدا مو صح، لأنه الشخص الناجح هو اللي ياخذ غيره معه للنجاح. اي بعترف ما بكذب عليكم، انا في مرحلة ما من عمري لما كنت في الاعدادي يمكن كنت مثل هدول الناس، بس الكارثة وين؟ انه انا لما كبرت وصرت بالجامعة شفت انه نفس هدول الناس ما تغيروا، ظلوا نفسهم موجودين معنا بالجامعة بنفس الحركات، موجودين بالشغل بنفس التصرفات، عبارة عن مبدأ لا يتجزأ من الابتدائي اعدادي ثانوي جامعة شغل. ممكن هذا الفيديو ضحك كتير ناس وأوي أم شو فيها، يعني لازم تتفلسفي، شو هاي الفلسفة وأم؟
بس انا اسفه هذا الشيء عم شوفه في الجامعه في الشغل في حياتنا العامه في اي شيء بنسويه، تلاقي انه شخص هيك ما بيعرفك او ممكن يدرس معك او بيعرفك معرفه سطحيه بتلاقي يحقد عليك ويكرهك وبيتمنى لك الشر في حياتك وبيكذب عليك في اشياء اصلا ما لها داعي انه بتكذب عليه. لو ذكرت يعني شو شغلي انك ذكرت؟ الله يعينك، الله يوفقك، الله يعطيك اللي تتمناه. انا شو مشكلتي انك انت ذكرت؟ ليش لا تكذب؟ انا جربت الحب والايجابيه ونجحت معي ونفعت، وانت امتى بدك تجرب الايجابيه والحب؟ السلبيه ابدا ما راح تفيدك. انا وئام وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. ترقبوا جماعه الثانويه العامه او الجامعه كل الطلاب فيديو نصائح عن المذاكره راح يفيدكم كثير وما راح يكون ابدا ممل ان شاء الله. ديروا بالكم على حالكم على احلامكم على قلوبكم وعلى ايجابيتكم. ها لا تنسوا. And peace. سلامة. باي باي. في دروب هيا نغني في المزارع والسحاب في الحقول هيا نغني ينطلق لحن الحياه.